رحب حاكم حجر لميس أحمد الخضر علي فاضل بوزير الثروة الحيوانية والوفد الذي يرافقه، متمنيا لهم إقامة طيبة بمدينة مساكوري. بعدها عقد الوزير جلسة عمل مع مندوبة الثروة الحيوانية السيدة صفية تيجاني. تناول الاجتماع الحالة الصحية للماشية وحصيلة الحملة قبل أن يزور الوزير عددا من القرى والمناطق ككرباتشي وكوليكولي وأبزرازير وبلالاتي وشبكاري شنغاري وقرى الثلاثة وأراضة. خلال ذلك تم معرفة المواشي التي حصنت والتي لم تحصن بعد. ولوحظ هنا أن بعض المناطق رحل عنها الرعاة إلى أماكن أكثر خصوبة وحياة، ولا زالت عملية التحصين مستمرة بمناطق أخرى كقرية بعشوم. ونعيد إلى الأذهان بأن وزارة الثروة الحيوانية تسعى إلى تطعيم 11 ألف رأسا من الغنم و3 مليون رأس من البقر هذا العام.